النشرة الاقتصادية المفصلة من الإخبارية أهلا بكم اعتمدت الهيئة الملكية بالجبيل اليوم عدة مشروعات صناعية في مدينة الجبيل الصناعية بتكلفة إجمالية تجاوزت الثلاثمائة وسبعة عشر مليون ريال وعلى مساحة قدرت بأكثر من سبعة وستين ألف متر مربع وابانت الهيئه ان اعتماد المشروعات ياتي تماشيا مع توجه الهيئه الملكيه بالجبيل لتفعيل الاستثمارات الصناعيه وتنويع مصادر الدخل وتوفير الفرص الوظيفيه والحرص على تحديث اليه الاستثمار في المدن التابعه لها